تعود جديد لا تدخل امام لاعب سيدي مرة يدخل بندو قليل من دار تالي ما يعني الطرد ليحيى جبران عميد فريق الوداد الرياضي البيضاوي الذي يغادر ومباراة متوقفة الوداد سيكمل ما تبقى من دقائق هذه المواجهة بعشرة لاعبين خطأ لفائدة فريق المغرب الفيصل كانت محاولة ديال اللاعب بنزا يسدد بكل قوة وتدخل ممتاز ديال المدافع ياسين رامي اللي صراحة قدم المباراة جيدة لاعب سابق لفريق حسنية أكادير وكذلك لفريق الوداد